تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أقيم حفل افتتاح حاضنة ومسرعة الأعمال، وذلك بحضور سعادة وزير التجارة والصناعة المهندس عبد الله علي حسن بجمهورية الصومال الفيدرالية والوفد المرافق. وخلال حفل الافتتاح أشار سعادة الوزير إلى أن حكومة مملكة البحرين تسعى دائما إلى تطوير قطاع ريادة الأعمال ونموه، حيث أصبح اليوم وبفضل المبادرات الحكومية عنصرا مهما للعمل التنموية والاقتصادية الذي تشهدها مملكة البحرين. كما أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقوم بدور محوري لتسهيل بيئة الأعمال الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، سعيا منها إلى تحقيق الأهداف السامية للرؤية الاقتصادية 2030. من جانبه أعرب الشريك والمستثمر في شركة ستارت أب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد حسن حيدر عن إشادته لتوفير هذه المساحة للشركات الناشئة، وعن تطلعاته ليكون لها تأثير كبير على ازدهار قطاع التكنولوجيا في البحرين. وفي المقابل أكد الرئيس التنفيذي لشركة تنمو السيد نواف الكوهجي بأن الشركة تعمل على إيجاد فرص جديدة لدعم الشركات الناشئة المحلية بفرص نمو أفضل وربطها بفرص تمويل متنوعة. بعدها قام سعادة الوزير بجولة في أنحاء الحاضنة ومسرعة الأعمال، اطلع فيها على بيئة العمل المتاحة ومساحات العمل المشتركة والمرافق الأخرى.